بهذا الفيديو راح أشاركك 6 أفكار أو 6 لبسات ممكن تكون أي وحدة منهم إطلالتك في شهر رمضان، يعني بمعنى آخر عم بعطيكي خيارات. ملابس شهر رمضان المبارك غالباً ما بتكون محتشمة، فضفاضة، واسعة، مريحة، تعطي طلة للسيدات والصبايا، منقدر نلبسها بالإطلالات اليومية وكمان صرنا نقدر نلبسها بالمناسبات. الملابس الرمضانية كمان يا صبايا في لها سحر، قادرة على إخفاء العيوب بشكل مش طبيعي. هاد 1. 2. ممكن تحليلك جسمك بطريقة غريبة، ممكن تضعفك، تعطيك خسر، ما بعرف لسبب ما. كمان بحس ملابس شهر رمضان المبارك بتحلي الكل، يعني حلوة على كل الستات، على كل الصبايا، فاستغليها. في عندك يا ستي القفاطين، اللي هي ملابس عادة بتكون واسعة، فضفاضة، مريحة، أكمامها طويلة أو 3/4، طولها غالبا بوصل لعند الكاحل. في بعض الدول مفهوم القفطان يلبس من قبل الرجال والنساء، بس إحنا بهذا الفيديو وبهي القناة تركيزنا دائما على الأوتفيتس الخاصة بالستات أو بالصبايا أو بالسيدات، أوكي؟ مرات بتكون مشكشكة أو خلنا نحكي مطرزة، وأحيانا بتكون سادة، يعني ما بيكون فيها تطريز، تقدر تلبسيها بحالتين، إما كاجوال وإما في المناسبات. وطبعا لكل مقام مقال، يعني إذا بدك تلبسيها كاجوال في ظروف معينة تلبس كاجوال، وإذا بدك تلبسيها لمناسبة بدك تعملي شوية تعديلات، أوكي؟ شوفوا يا صبايا معي هذا القفطان، أوكي؟ شوفوا أنتوا كمية التطريز اللي فيه، يعني قفطان زي هيك هذا ما بلبسه كاجوال، هذا بلبسه لمناسبة، هذا ما بدك لا تكتري فيه إكسسوارات ولا بدك تعجئيها أبدا. شوفوا يا صبايا كمان هذا القفطان اللي لونه ذهبي وأبيض، هدول اللونين إذا شفتوا هلأ بموضة ريفا، كل الأوتفيتس، كل المجموعة الرمضانية اللي نازلة لونها أبيض وذهبي، صدفة إنه ألوانه ماتشينج مع ألوان مجموعة رمضان اللي من ريفا. من الستايلات يا صبايا اللي كتير بحبها وكتير بقترح إنه تجربيها هذا رمضان وكتير حلوة، يمكن هي مش من ثقافتنا لكنها كتير محتشمة وكتير بحسها ملائمة لإطلالات شهر رمضان المبارك، اللي هو الستايل الباكستاني أو الستايل الهندي بالملابس. بلبسوا بلايز طويلة طولها لعند الركبة وتحتيها بلبسوا تاي وبلبسوا عليه شال بردوه لورا أو بيكون الشال نازل. هذا الستايل الباكستاني أو الهندي من الإطلالات اللي جدا بشوفها ملائمة لشهر رمضان المبارك، وعلى فكرة ألوانهم جميلة جدا، من أكثر الناس اللي بتفننوا بتنسيق الألوان وجريئين. في عندكم يا صبايا المودست فاشن اللي هي الملابس المحتشمة اللي صرتوا كتير تشوفوها مؤخرا على المواقع الإلكترونية، بتكون بلايز طويلة، أكمام طويلة، بناطيل وافية، مريحة، أنيقة، حتى الفساتين، التنانير كلها طويل، وبرضه بتلبسي عليه حجاب أو شال. هذا أنا بشوفه خيار أمثل إذا كانت إطلالتك كاجوال، يعني إذا كنتي رايحة على إفطار أو سحور أو طلعة ما بعد الإفطار، هذا النوع من الأوتفيت مناسب جدا. في عندك العباية اللي هي قطعة ملابس طويلة جدا تغطي الكاحل وقد تصل إلى الأرض، محتشمة، واسعة، مريحة، غالبا لونها بيكون أسود، وبكتير أحيان تلبس فوق ملابس تانية، وكمان يا صبايا ممكن يجي فيها تطريز وممكن تيجي بلين بدون تطريز، وبرضه بتقدر تلبسيها كاجوال، يعني رايحة مثلا على المول، رايحة مثلا طالعة مع صحباتك تلبسي عباي، وإذا في عندك مناسبة رسمية كمان تقدر تلبسي العباي، وبيكون هون العباي شوي ليفل أعلى من اللي بتلبسيه بالإطلالات الكاجوال، أوكي؟ هلا الحلو كمان يا صبايا العبايات الرمضانية بطلت تقتصر على اللون الأسود، يعني في عندكم مجموعة من العبيم زي هاي اللي انتم شايفينها، يعني صار في تفنن، صار في عبي بتاخد العقل، غالبا بتكون مكونة من قطعتين العباي وتحتها بيكون درس قمة بالأناقة، يعني عندك options روعة للبنات اللي بيحبوا الألوان. هلا إذا ما كان عندك أي واحد من الأوبشنز اللي حكيتها قبل، تقدري تلبسي فساتين. إذا كان في عندك فستان طويل ووافي ومحتشم، هاد تقدري تعتمديه في إطلالاتك لشهر رمضان المبارك. يعني الموضوع برجع لك إلك أنت وشو المتوفر عندك أو شو حابة تشتري، أنت شو بتحبي تلبسي. من أكثر الإطلالات كمان يا صبايا اللي غالباً بتكون كاجوال وإطلالات أنيقة وسهلة وبسيطة وسريعة للبنات اللي بيحبوا يعملوا ترانزيشن ما بين ما قبل رمضان وتستمر إلى ما بعد رمضان، إنك تلبسي تيشيرت بيضة على بنطلون جينز على فلات أو هيل وفوقها بتلبسي عباية رمضانية طويلة، بتعطي هيك نوع من الاحتشام للإطلالة وأيضاً طابع رمضاني. ملابس شهر رمضان يا صبايا بشكل عام هي فضفاضة واسعة، يعني بلغة الفاشن بنسميها أوفر سايز، ما بتيجي مشتشدة، ما بتيجي ضيقة، وتاني صفة فيها إكسسواراتها منها وفيها، يعني ملابس شهر رمضان
إما بيجي فيها برينتس، يا إما بيجي فيها باترنز، يا إما بتكون فيها ستراس أو بتكون مزركشة، فما بتتحمل هالكم الكبير من الأكسسوارز أو المجوهرات. هلا من أهم الأكسسوارز اللي ممكن ترافق القفطان أو الملابس الرمضانية اللي هي الحقيبة. بدي أحط هون ثلاث خطوط عريضة من ناحية تنسيق الشنطة مع الملابس الرمضانية. خديها قاعدة ثابتة وكثير بتريحك. إذا كانت إطلالتك كاجوال أو إطلالتك مش رسمية، اعتمدي الشناتي اللي بيكون حجمها صغير أو بيكون حجمها متوسط أو حتى ممكن حجمها كبير. أما إذا كانت إطلالتك فورمال فروحي للشناتي اللي صغيرة الحجم، روحي للكلتش. أوكي؟ وعشان ما يكون بإطلالتك ولا غلطة، لون الشنطة بهاي الحالة بده يكون من نفس لون الأوتفيت الرمضاني اللي انت لابسيته، أو من أحد درجات هاي الألوان، أو من أحد الألوان اللي داخلة بهذا الأوتفيت. بالنسبة للشوزات يا صبايا، كل ما كانت الملابس الرمضانية فيها حركات أكتر وبرينتس وألوان أكتر، هون روحي للشوزات اللي بتكون بلين أو ألوانها نود. أما بالنسبة لأي شوز تلبسي، إذا كانت إطلالتك كاجوال فأكيد بدك تلبسي فلات أو كيتن هيلز في حال كنت بتحبي الكعب. أما إذا كنت رايحة على مناسبة رسمية أو فورمال، هون بتقدري تلبسي شوز يكون فيه ستراس أو يكون كعب عالي. شوفوا أنا ما بحب أقيدكم موضة معينة، لأنه ممكن أنت تكوني كتير ذكية وقاعدة معينة تكسريها وتطلعي بإطلال كتير شيك وكتير مرتبة. لكن اللي بحاول أوصلكم إياه إنه إذا كنتي لابسة مثلا قفطان أو عباية كتير فخمة وحتى قماشها كتير تقيل، مش حلو تلبسي عليها مثلا شوز فلات أو كاجوال. يعني الأوتفيت اللكجري بدك تلبسي برجلك شي لكجري، بدك تلبسي عليه شوز يكمله. هلأ بالنسبة يا صبايا للإطلالات الفورمال بشكل عام، الملابس الرمضانية إذا كنتي معزومة على أمسية رمضانية أو مناسبة رسمية، بهاي الحالة يا صبايا بتمنى إنه الأوتفيت إن كان قفطان، عباية، بلوزة، بنطلون، واتفر شو ما كان نوع الملابس الرمضانية اللي أنت لابستها، اختاري قماش يكون تقيل، مثلا حرير، قماش فخم. ويفضل كمان لما تكون المناسبة رسمية تلبسي ملابس رمضانية يكون فيها أكثر من طبقة أو أكثر من نوع قماش. يعني المناسبة الرسمية في إلها ظروف معينة، في إلها طقوس معينة، في إلها كود دريس معين. أوكي؟ هدول كانوا الخيارات اللي ممكن ألبسهم في شهر رمضان المبارك. احكي لي أنت كمان إذا ممكن تلبسي أي واحدة منهم، وإذا افترضنا أنه بدنا نكمل هاي الليست لأفضل 10 إطلالات في شهر رمضان المبارك، شو الخيارات الثانية اللي عندكم أنتو وأنا ما حكيت عنها ممكن أنكم تلبسوها وباقي الصبايا يستفيدوا منها في شهر رمضان المبارك؟ ياريت تكتبوا لي بالكومنت. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك. بشوفكم.